بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا النقطة الأساسية اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت اللي هي ساينس أور آرت. أنا ما زلت يعني متأكد، يعني بأكد على كلامي، إت إز ساينس. طبعا لما يبقى في آرت تبقى الحكاية ألطف وأحسن، لكن إت إز بيزيكالي إت إز ساينس. عشان خاطر مش كل حد يقعد ينحكش في أوديو فيجوال إيدز يبقى اسمه بيعمل محاضرة. اول حاجه خالص هنقولها اللي هي الكلمه دي اللي هي اوديو فيجوال ايدز. معنى كلمه ايدز يعني حاجات بتساعدك، وبالتالي الاصل هو المحاضر، الاصل هو الموضوع مش الاوديو فيجوال ايدز. الاوديو فيجوال ايدز بتعمل مالتيبليكيشن نوت ادينج، يعني لو السبيكر صفر يبقى مهما اديته من تولز بقى بريزي ولا باوربوينت ولا اي حاجه مش هيعمل معانا حاجه. تاني حاجه اللي عاوزين نقول عليها زي ما قلنا، اذا يفقه قولي، احنا في الاخر بنحط بن امبلمنت سيدز تو هاف فروت، مش عشان خاطر جاست امبلمنتيشن. فالاوديفيجوال ايدز ليه الاوديفيجوال ايدز؟ احنا اللي يمكن اكبر مثال قوي ليه بيبقى السبيكر بس لو خطبه الجمعه او الخطبه الاحد في الكنيسه، بلاقيه بيتكلم وغالبا ما بيحصلش استمراريه معاه في الكونسنتريشن اكتر من 4 لـ 7 دقائق. وده على فكره كلام العلم، مش كلام بقى ان يعني الناس كفرت اليومين دول ولا زهق ولا حاجه زي كده، لا خالص. لانه في تشاينيز بروفيرب بيقول لك I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. عملها بالظبط شبه الليرنينج بيراميد اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت، وقلنا ليه انا بحب اكون سبيكر، ليه بحب اكون ليكتشر، عشان انا بدايه، عشان انا. تاني I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. معلومة كده نقولها عشان خاطر ما نظلمش نفسنا، وما نظلمش إذا كنا احنا يعني بندرس، ما نظلمش اللي بندرس لهم. بنقول 20 we remember about 20% of which we read, 30% of which we hear, 40% of which we see اللي هي audiovisual presentation, 50% of which we are involved. عشان كده قلنا ان lecturing او educational form ما هوش lecture بس، lecture seminar workshop وclosed meeting وopen meeting and so on. فالموضوع dynamic، كنا نحصره في lecture بس والامتحان long essay question بس هنطلع product. قلناها المرة اللي فاتت بهزار، قلنا كأنك بتعالج مريض بعلاج نسبة الشفاء منه 5% ومعامل دقة التحليل بتاعتها 4 من 10. فبالتالي انت لا يمكن المريض هيخف والمجتمع كله مش عاوز بقى اقول تاني المأساة بتاعت الجامعات المصرية راحت فين وما راحتش فين. قلت فين يا وليد؟ ما تمشيش معاك يا باشا. الاوديو فيجوال ايدز عبارة عن، لا عشان بس اوريك الاي كونتاكت، ما تخليش حد يهرب منك. الاي كونتاكت عندك السلايد، كلنا لازم نكون متعودين. مش عاوز اصمم على الباوربوينت وبس او البريزي وبس او اي حاجه ثانيه من الحاجات او الجوجل حتى سلايدز، يعني الحاجات دي كلها بقت موجوده. لا، احنا عشنا الايام بتاعه اللي هي الترانسبيرنت ونكتبها ونعمل سكرول، وعشنا بعد كده اللي هو البروجيكتور، وعشنا كل الايام ده كله عشناه، ولازم انت تكون بيرفكت فيه لانك انت اذا كنت تشتغل. فعندك الديلي لايف، مش يعني الديلي لايف والاو ار او الـ حتى الوورد ما فيهوش كل الحاجات دي كلها. فانت لازم تكون عندك السلايد بروجيكتور ده اوديو فيجوال ايد، الاوفر هيد بروجيكتور ده اوديو فيجوال ايد، الكمبيوتر والال سي دي دلوقتي بقت ممكن توصل على الكمبيوتر وتشغل لك كفلات سكرين، البلاك بورد والوايت بورد دولت ايزر انتليجنت او عاديين موجودين، الفليب شارت ده تول مهم جدا موجود، وده بينفع فيه الديسكشنز وقوم انت قول وي وي وي، الفيديو تيبس والفيديو كونفرنس كل ده موجود. طيب احنا دلوقتي
هنقول احنا بشتغل على الباوربوينت، هنقول التريكس الساينتفك اللي هي وراء استخدام الباوربوينت، وايه هي الحاجات اللي خلته بقى سائق السمعه، وايه الحاجات اللي هي خلته مش كويس. طب انا هروح كده هجمب على سلايد سائق السمعه انا عاملها، يعني انا عاملها بتريق على نفسي، هشوف كده اللي هي دي. رأيك ايه؟ This is the worst slide you can see. فيها كل عناصر التشويق والإشارة والإثارة. فيها كل عناصر. أول حاجة خالص، أول حاجة خالص أنا بقولها لسبب، لو أنت جيت شفتها، لو أنت بتكلمني كسبيكر هقول لك فيها كل عناصر الهباب، فيها كل حاجة غلط. تمام. لأن أنا لطعتكم ما يقرب من حوالي 40 ثانية عشان خاطر الانيميشن ده ينزل، ثم هبدأ أقرأ الكلام المكتوب اللي انتوا بنفسكم ممكن تكون عندكم اسرع مني. نمرة اتنين، لو انا جيت قيمته كتكنيك، لا ده انا اللي انا عملت فيه الابداع، انا عملت فيه كل حاجه، عملت انيميشن، عملت فيه لايتنينج، عملت فيه كذا 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 كذا. فده من ضمن الحاجات اللي هو بقولها، ان انت ممكن تكون بسلامه نيه تكون التكنيك بتاعك عالي قوي وانت مش سبيكر، فتقوم ترازينا بالبلاوي دي. الكلام ده بيحصل، بيحصل ما بيكون في حد من زي الدكتور وليد كده الاباف 60 ما بيقولهمش في الكمبيوتر، دايما هو بيتهم الاباف 60 ان هم ما لهمش في الكمبيوتر، فبيدوا لحد لحد تكنيكال سكرتير الاسم، سكرتير بتاع النائب جديد لسه مش واخد على الايبول، فبيطلع كل اللي عنده، فبيجيب كل اللي عنده، فبيدينا ايه الاذيه دي. نرجع تاني الى ايه الجزء الاولاني. طيب نيجي نشوف ماير ثيوري اوف مالتي ميديا ليرنينج. بعد اذنك دكتور مجدي اوقفك هنا بس عشان كده يا جماعه لو خدتوا بالكم، يعني لو حد فيكم قديم معايا، دايما كان في تقييم المحاضره دايما 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 ايتم هاو يو ايفالويت ذا اوديو فيجوال ايدز، يعني الاضاءه كانت كويسه ولا لا، اللايتنج بتاع الروم كان ظروفه كان ايه، البوزيشن بتاع السكرين، لان الجايدنس اللي انت بتعمله لكل ورك شوب او كل محاضره ده مهم ان احنا نشوف العيوب، لان انا ما ببقاش قاعد مكانك، انا ببقى قاعد كمحاضر، فمهما عملت في حتت بتبقى مسد مني او مش واخد بالي منها ومش مركز معاها. فعشان كده دايما في الفيدباك لما بنقول اوديو فيجوال ايدز، الناس على طول بتروح مفكره في الايه، في البروجيكتور والكمبيوتر، وتنسى الحاجات التانية بقى الايه اللي الدكتور مجدي قال عليها دلوقتي. فلما تركز وتيجي تكتب نصايح في الاخر، لا ده البروجيكتور كان مايل، او السلايدز ما كانتش مظبوطه، او الاضاءه ما كانتش مظبوطه، او الالوان مش متناسقه مع اللايتنينج او كده. فاضي اخونا عمل اللي هو ماير او ريتشارد ماير ثيوري او كوجنيتيف ثيوري اوف مالتي ميديا ليرنينج، بيقول ايه؟ بيقول احنا وي هاف تو شانلز اوف ابزوربشن اوف ذا داتا، فيجوال شانل واوديتوري شانل، بتروح للبرين سنسوري ميموري، دي ليميتد كاباسيتي. عشان كده قلنا المره اللي فاتت انت لما بتيجي عاوز تفوميت ا لوت اوف انفورميشن مش هياخدها، بالعكس ده ممكن تبقى فرستريتنج، ممكن حتى الجزء اللي هو بيستوعبه 5% ما يقدرش كمان يساعد. ثم بعد كده اعمل اكت بروسيسنج، هنمشي معاهم واحده واحده عشان خاطر انا عارف ان الحته دي هنبدا ايه نزعل من بعض شويه. ففي الديوال تشانل دي بيقول ايه؟ بيقول انا لو عندي السلايد الوحشه اللي فاتت دي كانت نسميها ايه، تكست سلايد، ولا الحته دي هنبدا ايه نزعل من بعض شويه. ففي الديوال تشانل دي مش عايز يقفل الصوت، معلش بس انا بتابع على الفيس كمان. طيب ماشي كده. ديوال تشانل
يعني انا بشوف وبسمع، يعني الاودينس اللي قصادي بيشوف وبيسمع، بيشوف وبيسمع، بيشوف وبيسمع، كويس قوي. فالمفروض انا اكلمه باللغه دي، لغه العين والاذن. ايه الكلام يعني؟ ماير ما جابش التايهه يعني، لما ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. When you introduce a text slide، السلايد سيئة السمعة اللي فاتت دي كانت عبارة عن text slide. Text slide you just read only. Audience read only. أنا ما كلمتش. إذن أنا عندي دلوقتي هيبقى فيه text وفي word وفي image وبسمع بالإير. فأنا هيبقى عندي الموداليتيز اللي عندي هيبقى عندي ثلاث حاجات. التكست which is read only, the word which I speak for the something which is written, and the image. Which one is the best? يقول لك introduce your audiovisual aids in the form of word and image. يعني برضو الكلام ده قد يبدو بسيط بس هو مش بسيط. انا مثلا لما جيت دلوقتي قلت لو انا كنت قلت الاي بس والاير بس، طب لما اتحطت الاي والاير دي انتوا بالنسبه لكم كان ايه بالظبط الامبريشن؟ مش ده كان احسن؟ يس. طيب تعالوا كده نشوف ان هو عندي اهو ده بردك. لو انا بتكلم على الهايبوكسيا، لو انا بتكلم موضوع عام على الهايبوكسيا، بقول the ultimate function of the cardiorespiratory system is to provide oxygen to cellular respiration. أنا هنا استخدم كان ممكن قوي أهايد دي كلها، ثم بعد كده هبدأ أعمل highlighting على hypoxic hypoxia, anemic hypoxia, stagnant hypoxia and cytotoxic hypoxia. ثم بعد كده أنا النهاردة هتكلم على anemic hypoxia بس، مش هتكلم على كل ده. ده نظرية الإيمج جنب السبوكن ووردز، يبقى كده أحسن ولا لأ؟ كده أحسن. لما لقي إن التأثير بتاعها أكتر من التأثير المكتوب في التكست اللي فوق، رغم إن أنا قرأت التكست اللي فوق، إنما دلوقتي أصبح عندي الصورة كده عاملة، وخصوصاً لو كان فيها كمان حركة زي الريسبيريشن أو الهارت بيت. دي سلايد بتاعتي. طيب لما نيجي بقى نتكلم على انهوت على الاوكسجين سينسنج، في سؤال؟ لا لا جو هيد. شكرا. الاوكسجين سينسنج وفي الاخر في مفاجاه. مثلا انا بتكلم على الانيميا بتعمل سينسنج للكيدني 2 اريثروبويتين، اريثروبويتين ويل ستيموليت البون مارو تو بروديوس ار بي سيز. طب لو حبينا كده نسال زمايلنا كلهم اللي هم انا معظمهم كلهم انسيزي، احنا بنطلع قد ايه كام؟ نرجع بقى للتاني برضه الكلام اللي انا المره اللي فاتت. قول يا وليد احنا بنطلع كام ار بي سي في اليوم؟ ده طبعا غلط. شفت هو حتى بص لا ازاي هو بدا في لحظه من رغم ان احنا طبعا متفقين على السيناريوهات دي ان هو بدا يتخض مش عارف يجاوب، ولو جاوب مش هيجاوب صح. يا جماعه طب حد بقى يعرف كده يقول لنا احنا بنطلع كام ار بي سي في اليوم؟ ها واللي مش مصدقني تعال نعدهم. احنا بنطلع 200 billion new RBCs per day. عشان just انا انا كان في الـ في الـ في المحاضره دي انا كنت بقنع الناس ان انت whatever you give the patient blood it depends upon the production of the RBCs by the patient. You are just bypassing the obstacle. If he is anemic now and you give him a blood supply just for tomorrow or after tomorrow, if by the way his bone marrow is abundant from production, you will not give him all the day blood supply, blood supply, blood supply. So consider this, that sometimes you give the patient, for example, unnecessary blood, his hemoglobin is 9 or 10, and you give him 1 or 2 packs, what's the benefit? Nothing, nothing. So ده من ضمن الحاجات اللي انا بعمل فيها الايمجنج. يبقى قلنا عندي كمان في حاجه الكوهيرنس بقى من ضمن الحاجات اللي بتحصل ساعات. انا مثلا شوفوا كده ايه رايكم في السلايد دي؟
This is a bad slide. برضك رغم ان فيها معلومه كويسه جدا. معلومات كويسه بس it is a text slide. عاوزين نقول حاجه ثانيه كمان في السلايد. Slide is to remind. Slide is to remind. ثاني slide is to remind. Slide is to remind. لو انا جيت قلت دلوقتي السلايد دي بتكلم على الانيميا. Anemia is a condition which you lack enough healthy blood cells to carry adequate oxygen to your body and tissues. Having anemia can make you feel tired and weak. There are many forms of anemia, each of its own cause. Anemia can be temporary or long-term. Okay. انا متاكد دلوقتي ان عينكم وانا بقرا السطر الثاني راحت للسطر الرابع لانه في قياس السبيد اوف نوليدج السبوكن وورد البق ابطا من العين والاودينس شغوفين انهم يعرفوا. اوكي عشان كده في تريكس هقولها دلوقتي لو انت عندك حاجه طويله. تاني حاجه كمان في الكوهيرنس ايه علاقه الراجل اللي نايم اللي تحت ده ايه علاقته بالموضوع؟ الراجل عنده انيميا وده عنده انيميا ولا عنده حاجه انت بتعتقد ان ما عندوش حاجه خالص. هي ساعات في ناس بتحط يعني انا مثلا شفت مره حاطط حد صوره الموناليزا في السلايدز عاملها باك جراوند وهي بلينكينج يعني يعني ميك سنس يعني ان هو طبعا بيتعمل ديتاتشمنت انا كده بعمل ديتاتشمنت هو اوريدي الكانديديت انا بيديتاتش وانا بلمه لا انا كده عملت له ديتاتشمنت. فالكوهيرنس لازم تكون الصوره الموجوده متعلقه بالايه بالمكان بلس ان لو رجعت كده هلاقي كمان الصوره جنبها. انا كان ممكن اعمل الحاجات دي كلها واجيب على الشمال او على اليمين كل الحاجات يعني اعمل مثلا السلايد دي واعملها لا الكوهيرنس هتشوف الكدني تحت الكدني البون مارو تحت البون مارو الار بي سيز تحت الار بي سيز وهكذا بيبقى العين فيها ثبات على الايه على المعلومه. طبعا نرجع للسلايد دي عيوبها الاتي انها تكس سلايد التكست سلايد مفيش حد ابدا يكتب تكست دي من ضمن يعني هنقول حاجه لو انا والدكتور وليد كان بيقول لكم دلوقتي بيقول لكم قولوا رايكم في السلايد لو انا جيت قيمت سلايد بتاع الدكتور وليد او الدكتور وليد قيم السلايد بتاعتي ممكن ما تعجبهاش هنسميها حاجه اسمها اذواق هو بيحب كذا وانا بحب كذا اسمها ايه اسمها التاتش بتاعه او التاتش بتاعه انما لو انت جيت كمان قيمت السلايدز بتاعتي ممكن تطلع لي فيها عيوب ممكن ما اقولكش ان هتبقى 100% بس هتبقى مش اخطاء قاتله. الاخطاء القاتله دايما بتيجي في البيجنرز او اللي ريفيوزنج ان هو تو نو انولج ورجل لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فذلك جهل فانسوه. فالتكست سلايد دي من اخطاء القاتله ده معناه ان هو ما قراش في الساينس بتاع البرزنتيشن لان زي ما قلنا الفانكشن اوف سلايد از تو ريمايند كويس نيجي بعد كده مثلا نشوف ايه رايكم ده السلايد اللي فات دي اهي دي سلايد نفس السلايد الثانيه نفس فيها كل المعلومات اللي هي الايه اللي كانت في السلايد اللي فات ايهما اكثر تاثيرا على الاودينس دي ولا دي ها حد يرد معانا كده طبعا واضح هنا ان السلايد دي فيها كوهيرنس فيها كل كلمة موجود chest pain تحت chest pain short of breath تحت short of breath increase heart rate dizziness and so on. كمان معلش في المجدي أوقف حضرتك هنا في المقارنة بين الاثنين سلايدز دول أنا وكوليد لما بقعد قدام محاضر حاطط تكست كتير في السلايد بيجي لي الامبريشن الأولاني إن هو هيقرأ السلايد دي لأنه ممكن يكون ملحقش يعمل ريهرسل كويس لانه لو عمل تحضير للمحاضره بتاعه وعمل ريهرسل كويس على البرزنتيشن هيحط كلمه او كلمتين من كل ثلاث سطور وهو يقول الكلام اللي موجود فهم يبقوا ايه كلمتين وصوره او كلمه وصوره او الصوره بس فهو عارف عايز يوصل مسجات ايه او ايه المسج اللي هو عايز يوصلها من كل صوره حاططها وبالتالي هو جاهز وبيتكلم من خبرته مش بيتكلم من التكست بوك وده الكونتنت ديليفري ده مهم جدا بالنسبه لي لو هو هيقول لي تكست بوك طب ما انا اروح اقرا التكست بوك اللي هو قرا منه لو هو هيحط الصوره ويقول لي خبرته الشخصيه في الحته دي او هو بينصحني بايه في الحته دي فديفينيتلي وي ار دوينج نوليدج اكستشينج او انا بتعلم منه
ده صح كده، انا بتكلم صح؟ صح جدا، صح جدا. بس كمان عاوزين بس ديفينيشن ناخد بالنا، لو انت قرات دايما كنا بنغلط غلطه في ان احنا بنتكلم، لما الواحد بيقرا كتير يوزنج مصر الاكسنت تو رتفين يا وليد. انا بفتح الشباك بس الجو حر جدا. طب كويس بس انا معاك. طبعا اما نيجي نتكلم يوزنج مصر الاكسنت، احنا كنا بنطلع نقول تو انتيوبيت، هي طبعا هي غلط، to facilitate intubation. عمر المصر الاكسنت ما بتبقى عشان to intubate، to facilitate intubation. تمام؟ فالسلايد never to be as a knowledge gain. Slide is aid, slide is to remind. لان انا قلت لو انا بتكلم في الموضوع ده انا ممكن اقعد اتكلم 3 ساعات، بس المشكلة ان الاقتصادي هيهرب مني بعد بكتير. لو انا يعني اللي ما حصلتش بعد 7 دقايق خلاص مش هيركز معايا. فانا بحاول العب كل الحاجات العلميه في النيورو بيهيفير ساينس عشان خاطر افضل اكيبنج هيم اتاتشد تو مي بالاي كونتاكت، باللي قلنا بالبريسنسي والريسنسي اللي تقسيمه الوقت، بالانتر اكشن، بان انا بقطع بالسلايد نفسها، ان انا زي ما قلنا بقى الحاجات اللي بتاع السلايد اللي هي كوجنيتيف ثيوري اوف ماير ثيوري. انا ادفايس انه بعد ما نخلص تقروا براحتكم او تنزلوا على الفيديو على اليوتيوب على ماير ثيوري اوف كوجنيتيف مالتي ميديا، كوجنيتيف مالتي ميديا انترستنج جدا. هي فيها البيز او الاصل العلمي بتاع استخدام الاوديو فيجوال ايدز. تعالوا كده السيجنالينج. انا مثلا لو بتكلم على الفلويد شيفت، لو انا اتكلمت 7 ساعات الموضوع ده هو الاقي انا عاوز بقى اعمل شويه تاشيرات كده هو. تعالوا مثلا كده نتكلم على هنا هو بنتكلم على الفلويد شيفت ديورينج نورم تنشن اند هايبو تنشن. فشوفوا كده ده استخدام للانيميشن في السيجنالنج، ده الهايدروستاتيك بريشر على الارتيريال سايد وده الانكوتيك بريشر. الانكوتيك بريشر الفينس وفي الارتيريا ما بتغيرش، انما الهيدروستاتيك هو اللي بتغير. فبتكون النتيجه ان عند الارتيريال سايد بيطلع فلويد كتيره في الانترستيشن، وبعدين عند الانترستيشن الانكوتيك بيبقى اكتر من الهيدروستاتيك فبيرجع ايه البلاد تاني. يبقى انا عندي دلوقتي هيدروستاتيك فورسز از ارتيريال سايد بتاخد بتطلع اكتر، والانكوتيك بريشر على الفينس سايد بتابزورب اكتر، فبتكون النتيجه ان في بالانس ما بين اللي بيطلع واللي بينزل. طب تعالوا كده في الهايبوتنشن، اهو الهايبوتنشن كميه الانكوتيك بريشر ثابت ما اتغيرش ما حصلوش حاجه، انما الارتيريال اللي كان بيبوش فروم ذا ارتيريال سايد بقى اقل والانكوتيك زي ما هو. فبتكون النتيجه ان في الجين النهائي ان انا ممكن عندي ان انا يحصل one admission of 1 liter from an interstitial to intravascular which is a primary defensive mechanism of the body. يعني البودي بيشتغل على اول لتر مع الهايبو مع الهايبوتنشن طبعا اللي هي المراجيك شوك، بيشتغل لوحده مش محتاجني، وممكن يغطي لو هو فقد لحد 30% من البلاد لوحده من غير اي تشينج خالص، لو طبعا لو الكاردك اوتبوت كويس. هنا انا بتكلم بقى مش انسوا شويه الموضوع الشيفت، انا بتكلم على السيجنالينج. هنا هو طبعا انا كان ممكن اقول المعلومات دي كلها تكست ما كانش هتبقى مركزه معاكم، ده بردك الحاجه الثانيه اللي هي الايه السيجنالينج. بعد كده عندي بيعتمد على هرجع للسلايد اللي هي دي. الستوري كلها هي بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي مالتي ميديا لسن عبارة عن words مش text not text. الفرق ما بين كلمة word text، التكست اللي هو المكتوب والأودينس بيقراه، إنما الword اللي أنا بنطقه والإيمج دول بيروحوا في sensory memory. السنسوري memory دي بتبقى limited capacity، فأنا بزود الكاباسيتي دي باللي احنا كل قلناه كله بالسيجنالينج والكوهيرنس، وان انا كمان اقلل الريدندنسي. الريدندنسي ان انا ما اقعدش اقول 50 معلومه في البتاع وانا عاوز اوصل هي معلومه واحده، انا عارف ان هو هيابزورب معلومه واحده، فما فيش داعي ان انا اتكلم كلام كتير. يعني بمعنى مثلا لو رجعت للسلايد الثاني دي
مثلا السلايد دي لو انا قعدت اقول الكدني والكدني دي بقى يا جماعه طبعا انتوا فاكرينها كويس جدا موجوده فين؟ ها ريتروبوتونيال سبيس. ريتروبوتونيال سبيس ده فين؟ بعد السكند لمبر عند السكند من. طيب احنا دلوقتي مثلا لو احنا جينا اتكلمنا على التشريح في عندنا الكورتكس، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، ذيس از نوت ذا ايم اوف ذيس. لو انا بتكلم عن هيستوباثولوجي اقول عليه، انما انا بتكلم هنا عن انيما انا عاوز اقول ان في ريتروبوتين بيطلع يروح للبومبار، يبقى اسمها كده ده اسمه الريدندنسي، يبقى اقلل الريدندنسي علشان خاطر انا في الاخر ازود عندي السنسوري ميموري والوركينج ميموري، تروح عندي هتتخزن على في الفيربال مود والبيكتورال مود. بيكتورال هي بيكتشر يعني، ده خلاص اتخزن بقى عامله بالظبط زي الرامات والهارد، يعني في الرامات، في الرامات وفي الهارد نفسه. فانا دلوقتي ديت الوركينج ميموري اللي هي الرامات، تروح بقى فين بقى في اللونج ميموري. اهوت اللونج ميموري دي اللي هي موجوده بتاعت البرين، بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاكسبيرينس السابقه. الادلت ليرنر دايما بينتسب من عند البريزنت او بيعتمد على، يعني انا مثلا لو حضرت ندوه على تصليح الموتور ممكن اتظل في الذاكره، انما انا عمري ما هصلح موتور وبالتالي ممكن مثلا بعد شهر الاقي نسيت كل حاجه. انما في البرزنتيشن النهارده the best way to get benefit from what I said is that to practice. واغلط وهتغلط وشوف، هيقول لك زي الدكتوره فاطمه ما قالت المره اللي فاتت، قال ايه اللي انت قلتيه ده، انا حسيت الناس فرستريت، مش فاكر الدكتوره فاطمه او الدكتوره اسلام اعتقد ما حضروش النهارده. وبعدين بعد كده يبقى انا عندي اللونج تيرم ميموري، يبقى دي كلها الكوكتيل بتاع ماير سيوري، ان انا عندي مالتي ميديا وعندي سنسوري ميموري وعندي وركينج ميموري وعندي لونج تيرم ميموري. ارجع هنا بقى في اللونج تيرم ميموري، انا حاجه اثبتها ازاي بحاجه اسمها البري تريننج. البري تريننج في لو انا مثلا بشرح على زي قلت دلوقتي اهوت الكارديوفاسكولار سيستم، مفيش داعي ان انا اخلي الطالب اللي ما يعرفش خالص الهارت والفيزلز والرايت فينتركل والليفت فينتركل وانا هتكلم على الكاردياك سايكل، طب ما انا اديله قبلها حاجه كده في البيت يقراها على الكارديوفاسكولار سيستم، بحيث لما اجي اقول والله الكاردياك سايكل في بتروح من رايت ليفت حاجه زي كده، او كذلك الريسبيراتوري سيستم الفرق ما بين الفنتيليشن والريسبيريشن ايه وهكذا عشان خاطر كل دي. طب انا عندي الكلام ده كله فين؟ ده الكلام ده على اللونج ستادي. طب لو الشورت ستادي قلنا اهم حاجه وانا داخل اللي هي الفيرست امبريشن اوبجكتيفز، فالاوبجكتيفز بعمل تهيئ انا هنروح فين. يعني مثلا لو انا جيت اتكلمت على بردك اللي هي الجزء بتاع الانيميا، انا رايح فين؟ انا كان همي ما بتكلمش عن انيميا، ما بتكلمش عن ماكروسيتك نورموس، انا بتكلم على النورموسيتك نورموكريميك في البلاد لوس، وعاوز هاو تو كونفينس اوجنس ذات ذا نيد، وي دونت هاف ا نيد تو بلاد سبلاي بلاد ترانسفيوجن اسف. تمام، لانه يعني most of the crimes we are doing daily is giving blood transfusion we are not in it. فدي كانت الميشن بتاعتي ساعتها، ان انا عاوز convince them scientifically by data by objective by evidence base that the hazards of blood transfusion are more than the hazards of anemia. فده يبقى انا دلوقتي هيئته ذهنيا ان انا هتكلم على الموضوع ده، مش هتكلم انا I'm not internal medicine professor او lecturer اتكلم على types of anemia وانواعها مش انواعها لا 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 خالص، انا بتكلم على normocytic normochromic anemia. يبقى التهيئه دي عملت لي البرين بتاعي بيفضي ايه، ما هو البرين ده عامل زي 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 شقه كده، بدخل هنا السفره وهنا الصالون وهنا النوم وبتاع مش عارف ايه، فانا عمل تهيئه وبالتالي يبقى عندي كل الايه. فرضوس هو ار انترستد دولت البرنسبلز بتاعت المالتي ميديا جاست، بس انا جايبها سلايد، هي دي سلايد مش كويسه، دي ما تعتبرش سلايد كويسه لانها بيز سلايد، بس انا جايبها عشان خاطر جاست تو بروف ان هو مش من عندي الكلام ده، وانه هو انه السلايد از ساينس اوف ترانسميتنج ذا داتا فور ذا اودينس of what I see. طب انا دلوقتي اهوت هعمل تريكه كده بسيطه، لو انا عندي الناس بدات تمل مني زي ما حصل دلوقتي مثلا، احنا بقى لنا حوالي نص ساعه والوقت زاد، فهبدا اعمل حاجه كده بسيطه اهو، ده من ضمن التريكس اللي موجوده في الباوربوينت، ان انا بضغط على W يديني سلايد بيضاء. سلايد بيضاء خلاص، لو انا قاعد قصادهم
ما فيش خلاص، هم خلاص هيبصوا فين؟ هم لازم يبصوا لي بالعافيه. اه خليك، خلينا بعدين لبكره، ما قدامكوش غير انكم تبصوا لي. وخصوصا لو انا مثلا عملت كده ستوب سلايد شير وكده. انا تمام. كده مفيش الا انا دلوقتي. خلينا بقى ليزع فيكم يوم يروح يوم يروح. تمام؟ او ان انا عاوز اعمل لفته 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 لشيء معين، او اسال سؤال معين، او اعمل انتر اكشن معين، ارجع تاني للسلايد شو بتاعي واشوفنا. يبقى برضك ده بتعتمد على، او ان انا ادوس على بي. بي هنا لو انا عاوز اعمل تريكه معاكم دلوقتي، حصل دلوقتي مال فانكشن، اعمل ايه؟ هنبقى نقولها. بس انا هو يبقى اذن دلوقتي، هو انا عندي الحاجات دي كلها. الجود تكست سلايد بقى الجود. دكتور مجدي استاذن حضرتك، نرجع بس للسلايد اللي فاتت دي. انا يعني انا هايلي انترستد اعرف في كلمتين كده كل برنسبل من العشر برنسبلز اللي قدامنا دول. ماشي. هي احنا قلنا عندي ان هو ريديوسنج الاكسترنس بروسيسنج، الكوهيرنس برنسبل اللي انا اخليني دايما حاجه قصاد حاجه. يعني ايه؟ اكسكلود انترستنج بات ريليفنت ماتيريال. انا مفيش داعي ان انا مثلا لو جيت اقول ان انا عاوز اتكلم دلوقتي على الانسنس بتاع ايه الكوفيد في يوروب وامريكا و طب احنا ممكن نعمل تجربه قصاد بعدين دلوقتي واحنا وانا بعمل سلايد. ماشي. اهو هروح اهو هعمل اسكيب، مش عارف تحتاجوا معايا ولا لا. اهو كده شايفيني؟ اه شايفينها. شايفين انا مش شايفين السلايد؟ لا مفيش سلايد. اوكي ثانيه واحده، انا عاوزك تشوف وانا بعمل سلايد، مش عارف هتيجي ازاي. لا مش هتيجي دي لما تعمل سكرين شير للديسكتوب. طب ثانيه واحده، ما هي ممكن ما تجيش. طب حاضر. ممكن تفتح الشير يا دكتور وليد يسأله على اي حاجه لحد ما اخلص اللي انا عاوز اقوله. طيب اللي عنده اي سؤال يرفع ايده وهنفتح المايك وندردش على ما الدكتور مجدي يخلص سلايد تطلع من الفرن، او ممكن نسأل مثلا في المحاضره اللي فاتت. لا او دي بالعكس، هي دي اللي فيها كل حاجه. تمام. فيس نشوف في حد عنده اسئله على الفيس. مفيش حد عنده اسئله على الفيس برضو. موجودين لسه ولا مش هنا؟ احنا معانا على الفيس 20. انا كنت عايز اعقب بس على موضوع المير ثيوري دوت، طالما احنا قاعدين ويتنج، ان تقريبا مفيش اي دبلومه تتعلق بالاديوكيشن او في الهيلث كير سيميوليشن او اي حاجه فيها تدريس، سواء اندر جراديويت او بوست جراديويت، لو لازم يبدا بالمير ثيوري اوف اديوكيشن. اعتقد دي كده الفيرست فاونديشن، المجموعه الفاونديشنز بتاعت الميديكال اديوكيشن. ممكن تفتح الشير يا دكتور وليد يساله على اي حاجه لحد ما عاوز اقول خلاص يعني هي يعني. طيب اللي عنده اي سؤال يرفع ايده وهنفتح المايك، لان في لوت اوف ثيوريز. خلص سلايد. انا مش يعني انا كان الهدف من الشورت سيريز دي انا هسميها بريف مثلا في المحاضره اللي فاتت نوليدج اباوت. لا او دي مفيش يعني دي اللي فيها كل حاجه. فبس ايه ما حبيتش يعني اغير. شوف في حد عنده اسئله على الفيس. مفيش حد عنده اسئله على الفيس برضه. ما حبيتش اكلكع الدنيا يعني. موجودين لسه ولا مش هم؟ انا معانا كده بحس ان انا ايه يعني عايز اعرف تفاصيل فيها اكتر شخصيا يعني. لا ما هو يعني انا كنت عايز اعقب بس على موضوع المير ثيوري دوت، طالما احنا قاعدين ويتنج، ان تقريبا مفيش اي دبلومه تتعلق بالاديوكيشن او في الهيلث كير سيميوليشن او اي حاجه فيها تدريس، سواء اندر جراديويت او بوست جراديويت، لو لازم يبدا بالمير ثيوري احنا خلاص. اعتقد دي كده الفيرست فاونديشن، المجموعه الفاونديشنز بتاعت الميديكال اديوكيشن. مش عاوز اقول يعني هي طبعا عيب الايه تمكن الكمبيوتر، يعني في يعني a lot of theories زي
مش يعني انا كان الهدف من من الشغل انا اول لو انا حبيت الكورونا فيروس بانديميك از ديفاين جلوبال هيلث كرايسيس اوف اور تايم جريت تشالنج. حد فيكم ركز في حاجه؟ ما فيش حد مركز في حاجه خالص. انا ركزت في الكره الارضيه الحقيقه. تمام برافو عليك. يبقى ده هنا اولا هي يبقى هنا عندنا هنا الكوهيرنس مش كوهيرنت. حاجه انكوهيرنت. تمام. ما ادتكش حاجه خالص. ده وبعدين بعد كده هوت انا لو جيت مثلا قلت ايشيا طب هي فين ايشيا؟ لو انا جيت مثلا هنا جيت خدت الصوره دي الصوره ده وحطيتها على جنب وكتبت عند ايشيا مثلا النسبه نقول انها بيرسنت زي ما هم بيقولوا وفي يوروب حطيت كلمه 60% على يوروب و 90% على امريكا وهتبقى شكل ايه؟ فيش كورليشن ما بين الصوره وال والكونتنت. لا هيبقى دلوقتي بعد كده هيبقى فيش كورليشن. السيجنالينج انا في السيجنالينج دي انا قلتها السيجنال ان انت وانت بتيجي مثلا ما قلنا اللي الفلويد شيفت انا هنا الارتيريا حتى بص تلاقي السهم كان احمر كان كبير وكان الانكوتيك اللي هو اللبني كان صغير يعني حتى شكله رغم ان هو الرقم مكتوب فوق بس انت لقط عينك لقط في عينك الحجم بتاع السهم ده السيجنال. الريدندنسي بقى هنا هو انا لما جينا اتكلمنا على السلايد بتاعه البومر والانيميا هل كان في هنا معلومات كتيره؟ لا كانش في معلومات كتير. هي كانت جوينج تو ذا ماي تارجت. انا زي ما قلت انا عاوز ازرع فراوله ازرع فراوله مش ازرع برتقال عاوز اطلع موز عاوز اطلع وهكذا انا بزرع فروت انا عاوزها فكره ان انا عاوز اتكلم بقى وي 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 والريسيبتين ده المولوكيول مش عارف 250 مش عارف ايه this is not for the lecture this is for the text for the book. الكونتينوس برينسيبال بقى اللي هي ان انا بحط دايما حاجه قصادها الكيدني قصاد الكيدني البون مارو قصاد البون مارو. السيجمنتيشن برينسيبال بقى ان انا القاعده اللي يمكن اكيد انت حافظها دكتوره ليه يقول لك لو انت بتاع الجوده قال لك حط الفيل في الثلاجه تعمل ايه؟ نقطه مشهوره قوي في بتوع الجوده ايوه هفتح الباب واحط الفيل واقفل الباب. لا ما هو مش هينحط هقطع الفيل لحتت صغيره واحطه حته فهو بردك اللي هي السيجمنتيشن ان انا مفيش داعي ان انا احط بلوك اوف نوليدج. عشان كده انا كنت بس السلايد دي بروف ان انا مش كلامي this is not my slide. انا عارف حضرتك يعني زي بقول لك quoted from البرنسبل اللي بعديه اللي هو البري تريننج برنسبل اللي هي بقى زي ما قلنا ايه على اللونج تيرم ان انت لما بيكون عندك حاجه فيها كومبلكس بتديها للاودينس قبلها يقروها او في الشورت تيرم بتاعنا ان انت بتدخل ما تخش عليه على موضوع تقول عليه الاوبجكتيفز ما تخشش كده يعني اكتر الاخطاء اللي قلنا في الدخله اللي هي الايه الفيرست امبريشن بلس الاوبجكتيفز. تمام احنا رايحين فين يعني احنا رايحين فين؟ لا احنا قعدنا عشان نحط انا وانت عشان نحط عنوان للسيريز دي قعدنا يوم كامل. تمام صح. طيب الريهرسل باهميته موجود فين هنا ليك انت كسبيكر؟ اي لا ملوش دعوه مش الحته دي. تمام البري تريننج هنا الاودينس البري تريننج هنا مقصود الاودينس مش انت. انا كنت متخيل كده فعلا ان هو البري تريننج ده لا عشان خاطر قلنا عندنا السنسوري ميموري ودول بسموه السنسوري ميموري اللي هو الوركينج ليميتد كاباسيتي. انا حتى شبهتها وانت اكيد انت عندك التاتش ده اللي هي الفرق ما بين الرام والهارد. تمام اوكي الرامات احنا شغلنا كله بالرامات. ايه اللي بيخش بقى لازم تكون الرامات كويسه رغم ان الرامات ما بتشيلش. انا عندنا الشورت ميموري دي اللي عامله زي الرامات بالظبط. ممتاز. طيب نرجع للسلايد اللي بعدها او نروح تاني للسلايد اللي بعدها. وحضرتك كمل لنا بقيه البرنسبلز بتاعه المير ثيوري بعد اذن حضرتك. ما احنا وصلنا لحد الموداليتي برنسبل. الموداليتي برنسبل موداليتي برنسبل بقى ما كل ده قلته الجرافيك فيربالي رازر زان تكست.
يعني ان انا برضك انا حطيتها لما حطيت ال عندك الصوره والصوت صور versus مع التكست. بعض موجودين مع بعض. لا التكست اللي هي تقراها بس، الوورد اللي هي سبوكن يعني كلمه وورد يعني التكست منطوق. لما انا حتى جيت السلايد اللي هي لما انا عملت الاكس على التكست، لو انت لو انا عملت ان انا عملت عشان كده التكست قلنا هي طبيعه تسرقك، انت اللي عرضت نفسك للسرقه، انت اتسرقت. انت يعني احنا قلنا ايه الكونتاكت الاصيل اللي بيني وبين الاودينس اللي هو حتى انا بحاول دلوقتي اجيبه، انت اديت نفسك تشانس ان انت تتسرق. تمام. انت اوعى تعمل تكست سلايد حتى لو يعني كان سلايد ستوري مايند، هي كده كل حاجه. قلنا اوديو فيجوال ايدز دي كده، اهو اوديو فيجوال ايدز، اوديو فيجوال ايدز، اوديو فيجوال ايدز. يعني ايه اوديو فيجوال ايدز؟ يعني انا والسبجكت هم دول الموضوع. زي بالظبط كده انا رايح امتحن في اسكندريه، تمام، اروح بالقطر ولا بالعربيه ولا بالتاكسي ولا باوبر ولا بكريم ولا بتوك توك ولا بالباص. الاصل في الامتحان ايه؟ ان انا مذاكر وهروح امتحن. الكلام ده لا انا هقول لا والله انا عاوز ايه اروح بالقطر عشان خاطر اضمن ان هيوصلني في الميعاد، عاوز اروح بالاتوبيس عشان خاطر مواعيد القطر مش مناسباني، عاوز اروح بالعربيه عشان خاطر انا مثلا اخويا هيسوق بيا. يبقى اسمها اوديو فيجن. انما في الاصل انت ومذاكرتك هي اللي هتخش بيك امتحان. أيوة. بس هل الاوديو فيجوال ايدز طبعا هي مالتي بلاين، يعني العربيه دلوقتي لو عطلت مني في السكه ما راح عليا الامتحان، تمام. البرسونيشن برينسيبال بقى ان انا احاول دايما اوهم كل موجود انه هو نمبر 1. معلش انا قلت السبيكر لازم يبقى ممثل، تمام. كل اللي انت بتشوفه من الناس اللي هي سبيكر اللي بيعجبوك لو هو دارس بيبين لك. يعني لو انت لاحظت لو انت في السمول ميتنج دايما الخواجات بيبقوا عندهم ايه، خلي بالكم انا في من ضمن الموضوعات هنقول على التريننج، اصول التريننج. التريننج بيبقى سمول جروب، فبتلاقي اول حاجه خالص بتلاقي فيه الاي دي باين كده، تمام. واحنا دايما عندنا في مصر على فكره بنعمل اي دي غلط جدا، اللي بيكتب اسم المؤتمر قد كده واسم الطالب او الشخص قد كده. لا 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 خالص، المفروض انا اسمي، المفروض الجايد لاين بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول to be read on a distance 2 meters، تمام. فانا دلوقتي تلاقي اي خواجه بيخش ما هو طبعا هاي جود مورنينج ماندي يو ار ا جود بوي. ايه يا عم في ده، احنا بعتين مع بعض، ماجد مين وانت تعرفني منين؟ عرفني بالاي دي، هو بيفهمني خلاص، اداني سنس. طبعا الواحد بعد كده بيزعل بقى ايه، احنا هرشين الكلام ده يخش في الموضوع، انا فاهم. هاي ماجدي، هاي وليد، تحس كده ايه، هو حسسك اداك امبريشن ان انا ده قال اسمي مثلا. فكل الحركات اللي بتنعمل للاسف لما بتعرفها بتحس انها بروفيشنال، يعني تنادي بحد باسمه. دي طبعا من الحاجات اللي هي الكويسه. الفويس برينسيبال طبعا قلنا شكل الفويس. الدروينج جرافيكس اللي هي زي ما انا عملتها كده، اللي هي الامبودمنت ان انا احاول تعمل سوت انيميشن. خلي بالك في الانيميشن ان الانيميشن لازم تبقى مينينجفول، بمعنى مثلا لو انا جيت قلت ان انا عاوز الكاردياك اوتبوت بيتاثر بيه الكونتراكتيليتي البري لوب والهارد والافتر لوب، حلو قوي. انا كاردياك اوتبوت is affected by contractility. Contractility means that the power of the heart to pump. Okay. بكلم. بعدين نزلت البريلود. البريلود تعريفه ايه؟ اللي هو left ventricular volume, diastolic volume. طب البريلود وهكذا. طب لو انا جيت بقى قلت cardiac output. بعدين بعد كده contractility. بعدين بعد كده preload. بعدين بعد كده after load. بعدين بدأت تتكلم. طب انت بتعذبنا ليه؟ ايه العذاب ده؟ فالمينينج هنا هو ان انا برينسيبل برضك حكايه السهم اللي طالع والسهم اللي داخل والكلام ده كله. لازم تكون عندك الانيميشن بتاعك مينينجفول، او بتعمل هايلايت لداتا، او بتعمل اللي هو في الانيميشن بتبقى ديسابيرنج، او بتبقى بتغير اللحم. كل ده كله من ضمن الحاجات اللي هي ايه بتفسر. السلايد دي از نوت ماين، ان جاست امبروف ذات كوت فروم.
الجورتك سلايد بقى لو انت مش عاوز يعني في حاجات كده خلينا ما نغلطش يعني. لو انا مش عاوز ابقى حريف، انت طبعا عارفين القاعده الاساسيه حتى في الطب اللي ايه، فيرست دو نو هارم، فيرست دو نو هارم. لو انت مش عاوز تبقى حريف قوي كده وتبقى يعني الواد اللي هو هتيجي باي تايم، خليك ما تغلطش. زي بالظبط الصلاه كده عباره عن فتحه وصوره، اللي بيصلي بقى يقول والله احد، واللي بيصلي بالبقره والله بقى ايه، كل واحد يجتهد، انما على الاقل ما تغلطش في الفتحه، فتحه ما فيهاش غلط. فالجوتيك سلايد هي دي التيك سلايد اللي هي لو جيت تحاسبني عليها ما تغلطش، اللي هي عباره سمبل كونسيستنس فورمات اند كلر، سمبل كونسيستنت فورمات اند كلر. اذا لقيت واحد مره عامل تايمز نيو رومان بعدين بعد كده مره اريال، اعرف انه سرق السلايد، يعني السلايد دي مسروقه. يوز اللارج تيك سلايد، كبر اكبر قدر ممكن بحيث ان ما يبقاش ممل. من الاخطاء الشائعه جدا اللي بتحصل مع الزملاء ودي مش كويسه، اللي هي الاين ليفت او الاين رايت. لو انت بتكتب انجليزي تبقى الاين ليفت، وبتكتب عربي الاين رايت. احنا قلنا ايه؟ قلنا اوديو فيجوال ايد، فيجوال ايد. لو انت عملت الاين من ناحيتين هتلاقي ده الاين ده في الوورد مش في الباوربوينت، هتلاقي السلايد بقت مخرمه، عامل زي بالظبط انت لابس بدله اخر شياكه سينيه والزرار اللي في النص مقطوع، فمش كويس ابدا. فلازم الاين ليفت الاين. اللي يغلط ويعمل تكس الاين رايت الاين ليفت، يعني مش عاوز اقول يعني غلطه في البيزكس. تاني حاجه سلايد ستوري مايند، 8 words only per line, no more than 6 bullets point، اللي هي الشكل ده. يبقى ده الشكل اللي هو بنسميه بيدوبك لسه داخل في الإسلام جديد بيقرأ الله أكبر والفتحة والتشهد ويسلم، ما هي كده كده محسوب. طبعا أنا تعال بقى، أنا لو جيت مش عذبكم تاني، كفاية عذبتكم مرة، تعال بقى كده نبص كده، حد افتح المايك يا وليد، وحد يقول لي بس يطلع لي الاخطاء اللي هنا كم خطا. طيب اللي عاوز يتطوع بالاجابه على الاخطاء بيز هاندز، ولا نختار ولا ايه؟ عشان مش عارف اعمل انميت للكل، هتلاقي الدنيا بقت نويزي جدا يعني. لا مش نقص، العدد مش كبير، العدد مش كبير، وهم هيحترموا بعض يعني. طيب انا allowed to unmute yourselves. You can unmute yourself. السلام عليكم دكتور مجدي. عليكم السلام. بالنسبه لل الحمد لله دكتور، بالنسبه للاخطاء في السلايد دي، ممكن يكون اول حاجه الفونت بتاع الووردز والكلر الماتش ووردز في السلايد، تقريبا حوالي 8 سطور وماتش اوف ووردز كراودد جدا بالووردز. العنوان برضو او الهيد توبك مش ليفت او يعني هو في النص سنتر، هو كده انا برضو مش عامله جود الاينمنت لي ليفت يعني. ما فيش صور طبعا او جرافس يعني، دي تقريبا معظم حتى الووردز الجمل نفسها مش متقسمه يعني، هو one point وكتب فيها كل الكلمات أو كل المعلومات يعني. تمام. بص يا دكتورة، هو أنا عاوزك دلوقتي عينك الألوان مريحها. ما أنا قلت لحضرتك في الأول خالص الكالر كل الكالر في يعني مفيش اللي مش مريحك. لا مش موحد حاجة، لا سوري مش موحد. لا ومش لايق على بعض. ايوه مش ملاقي على بعضه، كان حضرتك مثلا لابسه شرب احمر على فستان اصفر على جزمه لبني كده يعني. بالظبط. بصرف النظر عن ان اللون غلط او صح، اللون مريحك، عينك مستريحه له؟ لا يعني حتى لو انت
افترض ان انت بتعرفي عربي ما بتعرفيش انجليزي خالص, just look to the color مريحك؟ لا خاصه الاخير. بدات تنفري منه ولا لا؟ هو انا خلاص انا اصلا اتشتت, انا ما لقيتش ولا كلمه من الكلام اللي مكتوب. طيب احنا معانا كمان دكتور ايمان. اتفضلي دكتور ايمان. هي السلام عليكم. ازي حضرتك؟ سامعك الحمد لله. الو ايوه ايمان سامعك. ايوه دكتور ماجد. هي السلايد زحمه كراودد جدا, الالوان مش ماتشنج مع بعضها, وفي نفس الوقت والخط برضو الخط مور ذان وان فونت يعني مش مش بس دي اكتر حاجه كراودد قوي يعني. تمام. وبالتالي لو انت عندك سلايد زي دي خلاص انت بقى في بلوك بينك وبين السبيكر. تمام. طيب من ضمن الحاجات بقى اللي هي دونت, يعني خلينا بقى نرجع اللي هي دو نو هارم, اخطاء ساذجه ما تنفعش ابدا انها تحصل من حد دارس برزنتيشن. اول حاجه خالص don't read straight from the text, اوعى تقرا دايركت. القراءه الدايركت عندك بتخليك ان انت بتشتت, زي ما قلنا التكست العين اسرع من البق. don't put your hand on your pockets, حتى ساعات غصب عننا بنبقى ساعات نسقع بنحط, ده علامه من علامات التكبر. don't wave the pointer, من ضمن الحاجات اللي هي بتحصل البوينتر اسمه ايه يا جماعه؟ البوينتر اسمه ايه؟ اسمه بوينتر مش لاين ريدر. فالبوينت مثلا هفترض ان الارو ده هو البوينتر. دونت بوت, لا المنظر ده بنشوفه هنا. انا بلس لو انا مقرب المايك جوه مني, في حد من اللي كلمه المره اللي فاتت قلت له خلي بالك انت صوتك فيه انكزايتي بالراحه, ودي بتبان قوي. فالانكزايتي مهما كان الواحد في, لو انا كنت يعني ام كلثوم, مع كل مره ببقى في شويه تنشنه. طب ازاي انا اخبي التنشنه دي؟ قلنا بالهيومر, بالثقة في النفس, بالحضور في المعاد, اكون محضر نفسي كويس, بلس ان انا ما افضحش نفسي. افضحش نفسي اكتر حاجتين او اكتر ثلاث حاجات يفضحهم, اللي هما ايه هنقول, اللي هي ان انا لو انا ماسك في ايدي حاجة, عشان كده لو انا ماسك مثلا في ايدي حاجة المفروض تكون حاجة قوية, ما امسكش حاجة طرية, لان هتبان. شوف الرعشة دي لو هي موجودة هتبان. تمام. الحاجة التانية كمان ان انا ما اقربش المايك او من بقي, هلاقي الصوت ده بدأ يبان, بدأ البريث ريت بتاعي يبان انكزايتي. الحاجة التالتة بقى المهمة اللي هي بقى استخدم غلط, طب قلنا الاثنين او انه غزب, ان انا استخدم البوينتر, هلاقي البوينتر عمال يعمل كده. البوينتر العمال يعمل كده ده على طول دي جاية من رعشة الايد, المفروض is not indicated خالص. بس لو هستخدمه كده don't put your in your hands, وانزله تاني. don't lean on the podium, انا المفروض السبيكر ده شخص قوي, والقوه لها علامات من ضمنها ان انا اكون واقف مفتوح الصدر و و و. don't lean forward on the podium, لما بيلاقي كده هوت انا ساند يعني معناتها بدات اتعب. التعب ده لو انا مش مستعد, لا التعب ده ممكن يكون خطا في البروجرام نفسه, ان انا بدات يعني دايما يقول لك الاودينس بيناموا بعد 20 دقيقه والسبيكر بينام بعد 40 دقيقه, ويبان فيه علامات التعب. علامات التعب اللي هي ايه؟ يبدا يبقى في بيس, يبقى في كذا, دي برضك من الاخطاء اللي هي الشائعه. don't speak to the audiovisual aid, ليه ايه بقى؟ اللي هي انا اجاهم ادي ظهر للترعه, مش عارفين انت بتاع القديم ده, الاعلان القديم بتاع البلهارسي, ان انا اجاي مدي ظهري للناس وباصص في السكرين, والله اكبر بقى
يعني تلاقي بقى الايه الناس قاعده اتكلمت مع بعض، واللي خرج خرج وهو ايه منشكح جدا مع السكرين، وهاتك يا شرح وهاتك، وخلي بالكم ما تخلوش بالكم، اوعى 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 دي ذيس از ا فيتال ميستيك، اوعى نيفر تو جيت باك يور باك تو ذا اودينس. المفروض انت قدامك السكرين بتاعتك انت الشخصيه وبتبقى ايه ترانسميت. Don't speak on a monotonous voice. ما تقراش زي ما تكون بتقرا جنازه يعني. انتقل الى رحمه الله الفريد القائم فلان فلان. لا 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 خالص. لازم يكون في تنويع، في تشويق. يعني السلايد مثلا بتاعت ال 200 مليون ار بي سي هو ايه وبتاع، يا شايفين قدره ربنا. لازم يكون في ايه في كده حاجه سبريت. لازم يكون دايما في حاجه جديده. نرجع تاني للكويشنز بقى. الكويشنز احنا قلناها المره سريعه، وجبنا الانتراكتف كويشنز. وانا لما بسال لازم اسال سؤال عام ويكون مفتوح وعينيا للكل عشان ما احرجش حد. ولو انا مركز على حد وعاوزه هو باعتبار ان هو مثلا شاي مش نوت انتربريتنج، بردك لازم ما اخدوش نمره واحد. مين بقى طب يلا يا جماعه كده قولي لي بقى كده مين اشطر، البنات ولا الرجاله السويات، طب الصف اليمين ولا الصف الشمال، بحيث ان انا هجيبه هشغله بس مش دايركت. اذا سالت سؤال listen carefully to the question and repeat it عشان خاطر اعرف السؤال بالظبط ومغزاه. انا مره حصل حاجه ام سوري تو بي ريبيت، يعني واحد قال لي ان هو ادى تقريبا دبل تايمز الماركين، يعني ادى 4 سنتي ثم ادى 4 سنتي. فانا يعني اي واز استونيشد، يعني قام قال لي ليه، ما هو فلان الفلاني في المحاضره انا سالته ويكنري كان بيتكلم على الكونتينوس سباين، تاني كان بيتكلم على الكونتينوس سباين، كان يريبيت ذا دوز، قال له يس. وطبعا هو سمع السؤال من هنا عشان خاطر اللي جاوب ما جاوبوش بالظبط المقصود ايه وايه المغزى بالظبط. اما تسال اي سؤال مثلا حد يسالني انت مولود فين في طنطا، يس اتس ا فيري جود كويشن، يعني لازم السؤال يتعظم عشان خاطر كل الناس تبدا تسال. ريبيت ذا كويشن ثاني، انسر وذ اي كونتاكت تو ايفري ون. ده بالنسبه لي الكوتش. الديفيكلت سيركمستانسز بقى دي بقى هنقولها كده وناخد رايكم فيها. الايكويبمنت فيلير نعمل ايه؟ زي اللي حصل دلوقتي الكمبيوتر عطل. كمل هتكمل. والسلايد مش باينه، احنا اتفقنا ان هي ايدز، يعني التوبيك yes. التوبيك معايا وفي دماغي انا بس الايد ده فيلد مش موجود. هكمل اول حاجه خالص اللي هو هقول لكم على حاجه من حاجات اللي رويت الله اذا كانت صحيحه ولا لا، بس انا يهمني مغزاه. كان يقال ان معاويه بن ابي سفيان قاعد مع عمرو بن العاص، اثنين من دواهي العرب الذي ايه لا يشق لهم غبار. فمعاويه بيدردش مع عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص قال له والله لم اكن كنت ادخل مدخلا لا اعرف كيف اخرج منه. فالتاني رد عليه قال لي ايه لعب العيال ده، فرد قال له والله لم اكن ادخل مدخلا اضطر لن اخرج منه. التاني الواحد بالعربي بقى بالعامي كده يقول لك انا ما كنتش اخش حاجه في مشكله الا ما اعرف ازاي اخرج منها. التالو قال لا انا كنت عمري ما هخش مشكله واساسا مضطر اخرج منها. فهي الفكره كلها لازم تكون مستعد. بمعنى مثلا لو انت عندك وانت رايح الاول اعمل حساب ان الكمبيوتر خوان، يعني خوان لازم تكون معاك سي دي وفلاشه ومنزلها على الميل وبعتها لنفسك على الموبايل، يعني ايه استعداد من الاول ان انت هتروح. حاجه تانية ما كمان في الباوربوينت ما اعرفش معظم الناس يعرفوها ولا لا، لو انت رحت على الكمبيوتر وما لقيتش فيه الباوربوينت خالص او لقيته اللي هو المود بتاعه ده موجود في مش كل الاماكن عندها مثلا الاوفيس 365 او كذا كذا، انت رحت لقيت الاوفيس اللي عندك على الجهاز
ده 2007 او 2000 فالسلايد بتاعتك مش هتشتغل. فبدايه لازم تعمل حاجه اسمها باك اند جو. باك 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 يعني اللي شغالين في الباوربوينت عارفين المعلومه دي بسيطه، بس اللي مش شغال لازم يكون عارفها، لان لما بتاخد تاخد معاك نسخه كمان باك اند جو. باك اند جو دي بتطلع لك عشان كده بقت بدل ما كانت المحاضره قد كده بقت قد كده، لان طالعه باوامر التشغيل بتاعتها ممكن تشغلها على كمبيوتر ما فيهوش اوفيس حتى خالص. اسمها باك اند جو مش باك، باك اند جو. تمام؟ يبقى دي من ضمن يبقى انا رايح مستعد. طب لو انا مستعد كل ساعه كله مثلا حصل شوت اوف، انا برضك مستعد، لان لما بروح مكان غريب عني بتاكد ان في الكتريستي باك اب. كل دي كلها من ضمن الخبره علمتنا. اه بتسالك في كهرباء، اه في 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 مكنه كهرباء، في مكنه كهرباء كويس، في حاجات بتاع. طب كل ده كل ده كل ده كل ده برضك حصل، المفروض يكون معايا شويه 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 باور المحاضره مطبوعه على شويه ورق، بحيث ان انا مثلا ممكن اوزع مثلا على كل صف ايه التمبلت بتاع السلايدز بتاعتي. فلازم اكون مستعد قوي لكل الظروف. الظرف الثاني السيء جدا واللي هتستغربوا منه يكون في قدامي اكسلنت اور باد سبيكر. لو عندي اكسلنت سبيكر دي سهله، ما نبصش في الساعه ولي الساعه بدا يزهق، دي من ضمن الجود اللايف بتاعت احنا عرفنا نخلص. اكسلنت سبيكر لو قدامك اكسلنت سبيكر ايه ده؟ ده الاودينس اللي موجودين على الفيس مش كام مش عارف معانا 21. الاكسلنت سبيكر ده سهل، الصعوبه اللي فيه ايه؟ اوعى تخش وراه على طول، اعمل بلوك، يعني اعمل بلوك شويه عشان خاطر الهاله اللي هو النور اللي هو منوره قوي في الصاله ده لازم تطفيه. وتريح الناس كده شويه بتاع مشان ايه، لان هم فور ا سيرتن تايم مبسوطين قوي منه، يعني قال افيه مثلا ما حصلش، فانت لازم تهدى كده عشان ما تخش على طول. المشكله الثانيه بقى دي اللي ما لهاش حلها صعب قوي، اللي هي الباد سبيكر. الباد سبيكر ده خلص الناس خلاص، الناس خلاص خرجت من القاعه وبعضهم خرج من القاعه كمان، ده مش عارف تجيبه، فلازم تعمل نوع من انواع الفرقعه الشديده قوي 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 عشان تو اتراكت زي ما جه. الديفيكلت كويشن ده قلناه المره اللي فاتت نعيده تاني. لو انت جالك سؤال، السؤال لازم قلنا لازم تروبيت عشان قلنا ايه حاجتين اتنين لازم تعرفهم في سؤال كويسين جدا. اولاني اعرف ايه هو السؤال، والتاني ايه مغزى السؤال. مغزى السؤال ان واحد عاوز يعرف، مغزى واحد عاوز يحرجك. تمام، وقلنا ايه الحل اللي فيه. الصعوبه اللي جايه بعد كده، انت فوجئت انت رايح مؤتمر مثلا زي ما قلنا المره اللي فاتت لما قلنا الدكتوره تقول لها تقولي محاضره عن البلاد ترانسفيوجن، وفوجئت بان الموجودين نيرسز ريزيدنت بروفيسورز. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي محتاجه حرفيه شديده جدا، انت لازم ترضي الكل، لازم تخلي اللانجوج بتاعتك تبقى من اول النيرس لحد البروفيسور كوهير. زي بالظبط كده لما كان عندنا واحنا كنا بنقول المره اللي فاتت العربي والانجليزي او بتاع مجموعه، في عندنا من مصر من السعوديه وممكن من تونس كمان مين. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الانكونفينينت برزنتيشن تايم، انت عامل حسابك ان انت رايح تقول محاضره نص ساعه، رحت لقيت البريزنتر او الاورجنايزر بيقول لك والله احنا اسفين الموضوع بتاعك للاسف احنا عندنا زحمه جدا، انت قدامك بس 15 دقيقه، طبعا هترجع بسرعه على المحاضره بتاعتك وهتعمل هايد سلايد. اوعى تلغي سلايد انت عملتها قبل كده. السلايد دي نوع من انواع الامتاع النفسي، صعب جدا ان انت يعني اعمل له هايد سلايد بس بحيث ان انت تبقى في مصر. انما مش عاوز اقول بقى ايه ان انا دايما بيحصل اول في علامه كده بعد، لا يا جماعه انا عارف ان الوقت انا مش هطول جدا، اول ما اعرف مش هطول بعرف ان هو اكسيد ذا تايم.
ويكسيد ده طيب مش مثلا دقيقه ولا اثنين، لا اكسيد مثلا قالوا له والله بدل 20 تبقى 15، خلاص يا جماعه وعد مني ان نوت اكسيد ذا تايم، والاقيه دخل في 30 و35. بس لما بقى مودريتور بقفل بقفل الصوت يعني. اتهيألي كده احنا في اليومين اللي فاتوا اتكلمنا على موداليتي واحده بس من البرزنتيشن، اللي هي انواع البرزنتيشن كتير. انا اتكلمت عن واحد بس فيهم اللي هي الليكشر. هسأل سؤال كده، ريت عاوز اجابه في الشات سريعه. حد فيكم سمع واحد بتاع ميديكال ريب؟ ميديكال ريب هسألكم على ساين كده تعرف ان هو متدرب ولا مش متدرب. ميديكال ريب لما بيجي خلي بالك، وعاوزكم تبعتوا لي بعد كده في على الفيس اقعد مع الميديكال ريب او اسمع الميديكال ريب كويس. وخلي اول الميديكال ريب بيتمرن على الاتي، ان هو ما عندوش بقى اللكسر بتاعت ان هو تلت ساعه ونص، فيري شورت تايم. لو انت دخلت له هتلاقيه في الفيري شورت تايم ده بيريبيت ذا نيم اوف ذا دراج مور ذان 20 تايمز، يعني هيكرر اسم الدواء اكتر من 20 مره. يعني دواء الكحه مثلا نقول الدواء اكس واي زد، واحنا عارفين طبعا يا دكتور اكس واي زد ان الكحه دي من الحاجات اللي هي مزعجه جدا، بس اكس واي زد واكس واي زد بيتميز ان هو بتاخد في الكبار والصغار، ولو انت خدته الدي تايم ما بيفرقش معاه الاكس واي زد بتاخده قبل الاكل ولا بعد الاكل، هتلاقيه يقول لك 500 الف معلومه بس ما بين كل معلومه يقول لك اسم الدواء. فبصوا كده على الحكايه دي وشوفوا هل فعلا ان انا بقوله ده مظبوط ولا لا، ونبقى نستمتع مع بعض. تو سم اب، حد عاوز اي سؤال قبل السمري قبل ما نختم على كده؟ خلصت الموضوع الاولاني هاو تو جيف ا جود ليكتشر. حد عاوز اي حاجه؟ ممكن نفتح مايك للدسكشن قبل ما نختم. يو كان ان ميوت يور سيلف اللي عنده سؤال. طيب تمام، مفيش أسئلة يا دكتور مجدي. طيب أنا حاسس يا دكتور مجدي، بعد الباك أند جو بتاع الباوربوينت برزنتيشن، في ناس بتشتغل على البريزي، في ناس بتشتغل على الكينوت، المهم بيبقى عندك باك أب وخلاص، يعني يكون عندك طريقة تانية. ممكن يبقى معاك الحاجة على سي دي وعلى فلاش ميموري وعلى هارد ديسك دايما برضو، إيه يبقى أنت بلان A و B و C دايما بيبقى فيه مشكلة، يبقى معاك دايما alternative plan. في محاضرات باظت خالص بسبب ان ما كانش فيه بدائل وكانت too late طبعا ان هو يجيب الحاجة، ايميلت لنفسك وبعد كده مكان ربنا يستر معاك ويكون في نت في المكان اللي انت رايح عليه. غير كده لسه مخلصش، ابلود على الكلاود، في ده اوبشن برضو ابلود للكلاود، بس برضو ما تعتمدش، يبقى البلان بي بتاعك حاجة يبقى ممكن يبقى فيها مشكلة كبيرة زي سرعة النت، تروح في مكان ما فيش فيه سيجنال او ما فيش فيه انترنت كويس، او يبقاش البلان بي نفسك فيه معضلة. يعني دايما حاول تبقى ايه البلان بي تكون يعني تراستبل. اخر حاجة بقى قبل ما امشي خالص، دايما يقول لك ايه ميك يور سيلف افيلبل. احنا قلنا انا بعتبر نفسي او السبيكر بيعتبر نفسه او الناس بتعتبر ان هو ثروة في هذا الموضوع، فيمكن يكون الموضوع بتاع المحاضره ما لحقش اكمله بتاع، فدايما يقول اخر حاجه خالص ميك يور سيلف افيلبل، ان انت بتسيب الايميل بتاعك، بتسيب الادرس ده، غالبا كله بيشتغل على الميل. ف ثانك يو ميك يور سيلف افيلبل، ده بيبقى الختام دايما بتاع اي موضوع. في كل دي اساسيات او اصول البرزنتيشنز اللي هي المدروسه. قبل ما اسيبكم بس ياريت كلكم لو انترستد تقروا شويه في الماير ثيوري اوف كوجنيتيف ليرنينج او مالتي ميديا كوجنيتيف ليرنينج، اتس فيري انترستينج فيري اتراكتيف. هي بتوريك الاصل في بعض الحاجات اللي بتتقال على البرزنتيشنز ان جنرال، ايه اصلها ايه. عندنا ايه المره الجايه يا دكتور مجدي؟ الجدول اللي عندك هنحطه وننزله حسب اذا كان هم عندهم اي حاجه. احنا ممكن اقول التريننج ازاي، احنا قلنا انا عاوز الهدف بتاعنا بريف ثيوري اباوت ميديكال اديوكيشن، ان انا اي ام باي ديفولت ان اديوكيتور، ان
من غير انت ما تحس، طالما انت ميديسن يبقى يو ار ان ايديوكيتور او ترينر. فيو هاف تو نو سمثينج اباوت ذيس ساينس. فهنتكلم على المره الجايه على التريننج. تريننج. اوكي تمام، تسلم. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الثامنه بتوقيت القاهره، ونراكم على خير باذن الله. سلام.